يأتي أناس يقول ما أهمية هذا التوحيد الذي دائما تقولونه دائما ترددونه، ما أهمية في حياة الناس؟ له أعظم الأثر في الدنيا وفي الآخرة. أما أثره في الدنيا فهو الحياة المطمئنة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وفي الآخرة أعظم أثر أن تموت وأنت لا تشرك بالله شيئا، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لذلك تأصيل هذا التوحيد هو أعظم بر بالناس وأعظم إحسان إلى الخلق. فالإحسان إلى الخلق بالصدقة إحسان، لكن بنجاتهم في الدنيا والآخرة بتأصيل العقيدة، بتأصيل توحيد العبادة، هذا أعظم بر وإحسان إليهم وأعظم نفع لهم. فالذي يعلم التوحيد ويعلم هذه العقيدة سواء في المساجد أو في المحاضرات أو في الجامعات يحتسب أنه ينفع الناس بأعظم نفع، وهو في ميراث الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. لذلك حماية هذا الأصل واجبة، وتأصيل توحيد الإلهية في الناس واجب، لأن به سعادة الناس في الدنيا وسعادتهم في الآخرة. فالأفراد يجب عليهم أن يهتموا بذلك، وكذلك الجماعات التي تعمل للإسلام في كل مكان يجب أن يهتموا بتنقية النفوس لتكون لله جل وعلا وحده، وأن يكون عنده تمييز بين الحق والباطل في التوحيد. وله الأثر الكبير في الدولة، لأن الله جل وعلا وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات كما قال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فأي ثمرة أعظم من الأمن الوارف في ثمرة دنيوية، غير إرسال الأمطار والخيرات السماء والأرض وفتح كنوز الله جل وعلا من السماء والأرض. والله إن هذا أعظم أمر يفرح به. من أنعم الله عليه بهذه النعمة ومن عليه بهذه المنة فهي أعظم أمر يفرح به، لأنه أساس النجاة وأساس السعادة في الفلاح والدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة هو خير مما يجمع، خير من الدنيا وما عليها، خير من الدنيا وما فيها. من يوفق لهذه النعمة أعطي الخير كله، فاز بسعادة الدنيا والآخرة. ما هو الشرك؟ أن تجعل لله ندا وهو خلقك، تدعوه، تذبح له، تنذر، تصرف له شيئا من العبادة، هذا هو الشرك. الشرك أن يصرف شيئا من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، أن يسوى غير الله بالله في شيء من حقوقه سبحانه وتعالى، والعبادة حق لله على عبيده. قال: حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد سواه، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له. وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل. فإذا عرفت هذه المعارف الثلاث
عرفتها بقلبك، عرفت الشرك، وعرفت دين الرسل، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل، بهذا أفادك فائدتين. أفادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله ورحمته، والله ثم والله ثم والله إن هذا أعظم أمر يفرح به. من أنعم الله عليه بهذه النعمة ومن عليه بهذه المنة فهي أعظم أمر يفرح به، لأنه أساس النجاة وأساس السعادة في الفلاح والدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة يفرح الفرح العظيم. الفرح بفضل الله ورحمته، كما قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. خير من الدنيا وما عليها، خير من الدنيا وما فيها. من يوفق لهذه النعمة أعطي الخير كله، فاز بسعادة الدنيا والآخرة، فليفرح بفضل الله عليه. قل بفضل الله وبرحمته، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. فضل الله الإسلام ورحمته القرآن، وأساس الإسلام وزبدة القرآن توحيد الرحمن سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له جل في علاه. وأفادك أيضا الخوف العظيم، وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، قد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل،